علي بن أبي طالب لا يبارز إلا مهبول، يمكن ما حد فقد عقله. يقول السقاف ارتد عمرو بن معدي كرب الزبيدي، هذا أقدم أشجع العرب كلهم، عمرو هذا بن معدي الزبيدي الذي يضرب به المثل في الشجاعة، كنصبة مثل الدبابة الروسية مصفحة، ما يفر أبد في الصف الأول، يأكل يقول يأكل عجلا ويأكل معه ذرة من كبر، حتى يقول إقدام عمرنا أبو تمام في سماحة حاتما في حلم عنف في ذكى ياسي، ارتد عن الإسلام أعوذ بالله. فكتبه أبو بكر رسالة من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن معدي كريب الزبيدي، أما بعد فراجع دينك وإلا فالذي نفسي بيده، إن لم تعد لأرسلن لك رجل يسقط رأسك بين قدميك. قال هددني بعلي بن أبي طالب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، وهذا هو الصحيح. وما بارز أحد في الجاهلية والإسلام بدون درع إلا المنذر بن الأسود اليمني وعلي بن أبي طالب، حتى في صفين ذكر الحافظ بن كثير والذهبي ومن كتب، هذا علماء السنة ليسوا علماء الطوائف الأخرى، تكلم بلسان السنة الذين على الاعتدال، إنه هو الرابع في الفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال بدرع كذا يوم صفين ألقاه، قال أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء له الحذر.